قرارات عاجلة جدا من وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 بعد توجيهات من الرئاسة بخصوص امتحانات التجريبية للثانوية العامة أو امتحانات الثانوية العامة وكمان امتحانات الدجل خلال شهر رمضان وبعد شهر رمضان بعد العيد إن شاء الله. في البداية حابب أشكر حضراتكم على كم التواصل والتواجد في القناة، كم الاشتراكات اللي بتيجي للقناة في وقت قليل خالص منذ بداية القناة. الحمد لله ده بيدل على مصداقية القناة والمحتوى الهادف اللي بتقدمه القناة. مفاجأة جدا 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 لكل الطلاب إن الامتحانات الإلكترونية، طبعا وزير التربية والتعليم صرح إن الامتحانات هتكون إلكترونية للمصريين في الخارج، يعني المصريين في الخارج هيمتحنوا إلكترونيا. ده كلام نهائي من الصحفي أحمد حافظ اللي هو الصحفي المقرب من وزارة التربية والتعليم، وقال إن هم هيجربوا التجربة على المصريين في الخارج. مش كده وبس، ده هم بيجربوا دلوقتي خلال شهر رمضان هيعملوا التجربة على طلاب تانية ثانوي، وقال إن تمت التجربة بنجاح مع أولى ثانوي هيعملوها مع تانية ثانوي، وهيتم خلال الفترة الجاية الاستعداد لتطبيق تالتة ثانوي. لكن هل الفكرة اللي اتقالت دي هل هتنجح؟ أعتقد يعني لا، إحنا كل سنة بيقول الفكرة دي لكن للأسف هي مش بتنجح معانا، لأن إحنا عندنا الشبكات مش مظبوطة وصعب المغامرة مع كم الطلاب. يمكن خلال 2 3 4 ممكن الكلام ده يحصل مستقبليا، لكن أعتقد في الوقت الحالي هيكون صعب جدا. وجهة نظري يعني، وجهة نظري إن القرار اللي تم ده قد يتم التراجع عنه. أما بالنسبة لتفاصيل امتحانات الثانوية العامة، فوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك إن إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة سيكون خلال 10 أيام من الآن، يعني هيكون بعد 10 رمضان أو 15 رمضان. سنة طيبين، هيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الثانوية العامة، سواء كانت الامتحانات هتكون في مصر إلكترونية أم ورقية، أم ورقية بس هتكون مصحوبة بالتابلت، وده الاحتمال الأقرب على تنفيذه. كمان صرحت وزارة التربية والتعليم بالنسبة للتغذية المدرسية إن هي هتستمر خلال شهر رمضان، هتستمر خلال شهر رمضان لكن بضوابط معينة هيتم إرسالها لجميع المديريات التعليمية يوم الخميس القادم. هيتم إرسال الضوابط اللي هي مسؤولة عن توزيع التغذية المدرسية ونظام توزيعها خلال شهر رمضان. كمان وزارة التربية والتعليم قالت إن الدراسة مستمرة حتى نهاية أبريل، ولا صح للإشاعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هيتم إلغاء الدراسة أو هيتم تبرير أو تبكير الامتحانات، وقال الامتحانات 7 مايو. لكن هي الامتحانات هتبدأ فعلا 7 مايو، لكن حقيقيا الامتحانات مش هتبدأ 7 مايو، الامتحانات هتبدأ 26. طب ليه يا مستر هتبدأ 26؟ ان احنا زي ما انتم متعودين بنبدأ بالعمل العلوم وعملي الحاسب، كمان التربية الفنية والتربية الدينية، المواد خارج المجموع دي بيتم امتحاناتها بدري، فبالتالي الامتحانات هتكون قبل شهر رمضان الامتحانات اللي هي خارج المجموع. كمان وضحت نقابة المهن التعليمية توفير دفعة المعاشات لشهر أبريل للأعضاء والورثة بمكانات الصرف الآلي غدا الثلاثاء الموافق 29/3/2022. دي كانت كل أخبارنا النهاردة، شكرا لحضراتكم على تواصلكم وتواجدكم الدائم في القناة.